ليس بالنائم حق له يبكي على القاسم فتن كالشمس في وجهه تطلع فيه وجه البين دائم تجري مياه الحسن في وجهه في ورد وفي ورد ورد خده ناعم تقسم الحسن فنصف به ونصف الآخر في العالمين ولا ترى الشبل النبي آخذا بالضرب منه شبلون تسنى الحسبين فاطمين وزينب الحوراء من أنسها في بوجه الضاحك والفاطميات استوت حوله كما تساوت حلقة خاتمين يزف الكون إلى زوجه وهو من البهجة في عالمين لكنه أطال هذا الهنا لكنه أطال هذا الهنا فلعنة الله على حتى إذا وفى العلا حقها وخر فطل خر سمى العالمين فطل نعز الحسن المجتبى فقم نعز الحسن المجتبى وننعاه إلى فاطمين صيح اندحى الجسم يا جاسم من وليها دوبت قلبي لا تصيح ارفعوا اصواتكم هذا اليوم يتيم حق عليكم هل ام ثكلى ام لا صيح انتحل جسمي يا جاسم من
عطشت دروم ما ظل جلد لي وشوكت على مهجة قلبها بالأيادي وما الشهيد يقول ذوبت من فقد أخوتي وذبحة أولادي وهادي العساكر حايطه يا الولد بي يا ابني ضعيفة وذوب قلبي قلبي يقول لي يا عم هذه وصية من أبي الحسن. يقول الرواية يفتح الإمام الحسين وصية الحسن وإذا بي تغرق عيناه بالدموع وإذا بي ينادي يا رملة يلا وين اللي بيزف القاسم. قلت له شوف ما شاء الله شباب متجمع اليوم ما شاء الله كثير عندكم شيء شباب ما شاء الله اشوفهم وينتظروا جايين يزفوا هاليتيم اليوم واشوف سادة اولاد رسول الله جايين اليوم جايين يزفوا الشباب يزفوا هذا اليتيم ها واذا الإمام الحسين يقول يلا يا رملة يا سكينة يا رباط هلموا بعدما عقد له على المسلمات كما في بعض الروايات قال هلموا نزف الشباب وهل كأنما أمني عند في تلك رملة أتريد الزف ولدها قبل ما يروح إلى المعركة قبل ما يذهب إلى المعركة تريد الزفها وتفرح فيه أوين الشبح الشموع وين والورد وين والريحان وين جايين يزفوه هذا ابو مسموم ومهدوم طول الله يعلم الشمعة على أبو الحسن أحد يقدر يعلم الشمعة على أبو الحسن يلا وين الشباب اللي يزفوه شمس Oh.
Thank you.
الله
يديه ورجليه حتى أذن إلى
بس انت يا ابو فاضل ناصر ما بقى عندي، هاي الحرم مرتاحه وتظل محيره بعدي، انت وداعت الله روح واحنا بالاثر خضار. يقول حميد بن مسلم طلع علينا غلام وجهه كشقتي قمر، مرتدي القميص وإزار متقلدا سيفا وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن صدق النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتمن بين أناس لا سفر صوب المزن ولم يزل يقاتل. يقول حميد بن مسلم حتى برز إليه عمرو بن سعيد الأزدي قال علي آثام العرب إلا أذكر عمه الحسين. قال ألا يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب؟ قال والله لأفعلن ما ولى العين حتى اشد على القاسم وضربه بالسيف على راسه ففلق هامتي وقاسما فخر الى الارض صريعا مناديا ادركني عما يا اقبل الحسين قتل قاتل القاسم من جلت الغبرة إلا والغلام يفحص برجليه في الآية. قال له بني قاسم عز على عمي أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعين بجهينا دايا جاسم شبيدي يا ليت السيد هانيكم تخلوني وحيدي وعلى خيمي يا عم الخيل تبتر. احتمله إلى الخيمة يقول الراوي نظرنا إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض حققنا النظر وإذا بالحسين منحني الضار. أقبل به إلى سسطاط القتلى وضعه هناك وصار يبكي على جابه ومأدده ما بين خده قعد عيدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع للنسوان صوته إجت رملة تصيح الله أكبر يا سعد الله قلب رملة حينما نظرت إلى ولدها مخضب بدمائه ترى تقع على يديه أخرى على رجليه وهي تنادي وولداه وقاسما ولسان حال القاسم إلى أمه أوصيك يا أم أوصية اسمعي إلا أرضيك وأبي شبان لو شفتيهم برد ذكري شبابي محروم من شمل الهوى من دون كل أصحابي عطشان عيني والدي وقت الشرب ذكريني خطبوا وما يشابوا وكان خضبوا بدم من الأوداد.
ذرة جامل وليث
الصبا أكيلكم بالسيف كيل السندرة. جاهد إلى أن برز له الغنوي وأرداه على الأرض سريعا. أنا ما أدري، ربما تميز القاسم لأنك خصوصية في القاسم. ملامح الحسن فشبيه بمحمد، ملامح الحسن في وجه هذا الولد. يعني الحسين لما ينظر إلى القاسم كأنما نظر إلى المسلول، إلى المظلوم. عند أخ أصغر منا أيضاً، عبيد الله الأصغر وعمر 11 سنة، أرباب المقاتل يقول هو آخر من قتل. هو قتل على صدر عمي الحسين. هو صدر الحسين شو بيتحمل والله؟ أليس صدره مخترق بالسهم المثلث؟ أليس قد نزف الدماء؟ لكن الحسين مطروح على الرملة، على البوغاء. هذا الغلام اللي عمره 11 سنة، شقيق القاسم، 11 سنة عمره، عبيد الله الأصغر، طلع وقف على باب المخيم، وإذا به يرى خيل ورجال ودماء وجثث. صار مذعور ينظر يمنى ويسرى، فرأى عمه الحسين طريحاً على الأرض، فانطلق نحو عمه. ما وصل وإذا أبجر وأبحر بالكعب قد رفع السيف يريد أن يضرب الحسين، فمد الطفل يده وقال: ويحك أتضرب عمي؟ وإذا بالسيف أطل يده من المرفق، وانقطعت إذا وذلت من الجلد كأني به صاح ما انقطعوا يدي. وضم الحسين إلى صدري، ما تركوه رماه حرملة النكاء بسهم وذبحه على صدر عمه. أما القاسم مثل هذا اللي عنده الميزات الخصوصيات، لما وقف على رأس عمه الحسين يطلق الإذن بالبراز من الميدان. الحسين نظر إليه وإذا ملامح الحسن، نور الحسن، جمال الحسن يا الولد. ما تمالك الحسين، قام وضم القاسم إلى صدره وبكى القاسم بكيا زارة حتى أغشي عليهما من البكاء. أنا وديعة الحسن عند الحسين، لا بأس لعل البعض يطلب هالمغنى، يطلب هذا المعنى اللي يصور أحد الرافدين على لسان الحسن، وهو يوصي الحسين بأولاده ومنهم القاسم. يقل له الله الله يا حبيبي لي بالبراز. قال له بني ابن
عمامته نصفين وأدلاها على خديه وألبسه الثياب كهيئة الكفن. أعدل الزهد في نصف سالان لبس الكفن ولبس لباس لباس الزواج. بالله يا شبان هاشم بالله يا شبان هاشم ضبع الحر الاتراب. وان هذا
رجليه نعلان وفي يده السيف حتى انقطع شصح نعله. فوقف ليشد او ليشد، فقال عمرو بن سعد بن نفيل الوزدي: والله لئن مر بهذا الغلام لاشدن عليه واسكنن امه فيه. قلت ويحك يكفيك هؤلاء، سبحان الله، والله لو ضربني ما بسطت اليه يدي، لكن بينما القاسم يقاتل برز اليه الازدي اضربه بالسيف على راسه. وضرب الوزدي قاتل القاسم ضعفا يده من المرفق، فصاح صيحة عظيمة سمعها المعسكر، فحملت خيل بن زياد لاستنقاذ قاتل القاسم، هذا والقاسم ملقا على التراب. لكن الخيل استقبلت قاتل القاسم بصدورها ووضعته بحوافيها، فهلك قاتله. لكن من جلت الغبرة إلا والحسين قائم على جسد الغلام، وهو يحفظ برجليه يقول ليش عاجلا الموت ينشل قبل ما عز على غمك أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك شيئا. هذا يوم كثر واتره وقل ناصره، وبالجو نادى يا جاسم الشميدي يا عيد السيف قبل يوم كنت تخلوني وحالي على خيمي يا عم الخيل تبدا يا جاسم ما تراويني جروحا يا عمي بقلب مثل الغضب وبدمع محمر وجابه ومه إذا ما من الخطبة قاعد عدهم يا ولي وخطبة وبس نعزل معاني I'm gonna make you mine.
ونكسب الرزية صاحب ضعيف الصوت للدرحة صاحب ضعيف الصوت للدرحة يا والد وشارك شرك وديع مني وحر الشمس تدمي وهرني ومن العطش تدرون ما ظل جلك بيا شبكت على وجد قلبها بين ايادي واما الشهيد يصيح دواب تفاهي على مهجد قلبها بالأيادي وما الشهيد يصيح لو بتفادي مفجوع من فقد أخوتي وذبحة أولادي هاي العساكر حايطة كلها علي هاي العساكر حايطة كلها علي اللهم صل على محمد.